الخير، لابد أن تتوقف عند سطوة التاريخ إذا كنت على خطوة من دعسات بولس الرسول، فكيف إذا كنت في الكنيسة المريمية؟ ماذا فعل التاريخ الطاعن في الحضور للمسيحيين؟ أو ماذا فعلوا فيه؟ أين هم مما يجري؟ وهل يلحظوا أسئلتهم وقلقهم وحضورهم المغل؟ أجراس المشرق تحاور غبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أغناطيوس الرابع هزيم، تحمل إليه أسئلة كثيرة، وهو معروف بصراحته وجرأته. قبل الحوار صورة للبطريرك هزيم. ولد البطريرك أغناطيوس الرابع هزيم في 17 من نيسان عام 1920 في محردة بسوريا على اسم حبيب. المعلم أسعد هزيم ربى ابنه البكر على الفخر بنفسه وباسمه، ولأن الابن سر أبيه أراد أن يكون معلماً. في سن 15 ترك محردة وحده إلى حمص فطرابلس ليصل إلى بيروت، حيث طلب منه مطرانها إيليا الصليب الالتحاق بمدرسة الثلاثة أقمار، وكان الوحيد الذي يرتدي الغمبازة ولا يتكلم الفرنسية. ورسم شماساً عام 1941، واختار الدراسة بكلية الأداب، فدرس الفلسفة في الجامعة الأمريكية وحصل على منح تعليمية خولته أن يتابع تحصيله العلمي مجاناً. وفي عام 1943 بات عضواً في الهيئة الإكليريكية. بعد تفوق في الجامعة الأمريكية في بيروت، أرسله المطران الصليب إلى معهد القديس سيرجوس في باريس، فدرس على أيدي المفكرين الروس الأرثوذكس الفلسفة والتاريخ واللاهوت 4 سنوات، وعاد إلى بيروت عام 1953 حاملاً إجازته، فعينه الصليب مدرساً في كلية البشارة ورسمه كاهناً وأعطاه رتبة أرشماندريت. وفي عام 1954 أصبح مديراً للكلية التي أصبحت بعنايته تضم صفوفاً حتى البكالوريا. عام 1961 انتخب مطراناً وعين وكيلاً بطريركياً، لكنه طلب نقله إلى دير البلمند في شمال لبنان، فعمل على نهضة الدير وأعاد أحياء مدرسة البلمند التي كانت قد تأسست بفرمان عثماني وحولها إلى ثانوية وأسس فيه معهد اللاهوت. صار مطراناً على اللاذقية، وبعد وفاة البطريرك الياس الرابع عام 79 انتخبه المجمع المقدس بطريركاً على كنيسة أنطاكيا للروم الأرثوذكس باسم أغناطيوس الرابع. أغناطيوس وتعني وريث. لم ينسى العلم أبداً، فحول البلمند إلى جامعة مرموقة. إنه سابع بطريرك عربي على عرش أنطاكيا بعد عدد كبير من البطاركة اليونان. غبطة البطريرك قاتلت دائماً في سبيل العلم في بلاد بالحقيقة تركت طويلاً في ظلام الجهل. هل وصلت رسالتك؟ أنا أخذت من تاريخ بيي. نعم. أنه لازم أنا أحب العلم، ولكن أول شيء نحن فقراء ما كنا نقدر أن نروح على المدارس، هل هي خصوصاً بحمص وبطرابلس أو شيء من هالنوع. من شأن هيك وصلنا من بعد ما أخذت السيرتيفيكا كيف منعمل لحتى لنقدر نكمل العلم. كيف بدنا نقدر لحتى نكمل العلم؟
كان محاولات من جهة بيي، لقى أنه في النهاية لازم يقول للمطران، المطران حريكي اللي كان بهداك الوقت الله يرحمه، أنه منقول للمطران نحن جماعة ما فينا ندفع مصروف، نعم، ولكن منريد أنه يكون في علم كيف ممكن أنه نقدر أن نحل الشغلة. المطران قال لازم يكون في، بتعرفوا، في مدرسة للكنيسة في بيروت، هذيك للكنيسة ولكن ليست كنيسية، يعني مدرسة تعليم العادي، هذاك بتروح أنت هونيك يا ابني وهونيك مثل ما بيقولوا لك اعمل بتعمل لحتى تقدر تحقق هدفك اللي هو التعليم. سيدنا أنا بدي أوصل ل، يعني أنا وياك لنتائج، هو أنه ما بين العلم والجهل هناك فرق شاسع. بدي أجي مباشرة انتقل على ما يحدث في سوريا الآن، أين الجهل مما يحدث؟ بهذيك الأيام كنا نحن اللي منعرف، كان بيب من ثلاثة أربعة اللي بالضيعة اللي بيقرأوا بيكتبوا وبيعلموا القراءة والكتابة، قبل ذلك ما كان في شيء خالص خالص. من شان هيك كان يعني هو المعلم، هو اللي بيكتب المكاتيب للناس، هو اللي بيقرأ مكاتيبهم لهون إلى آخره، وهو اللي بيقرأ الكتب اللي بالصلاة، نعم، لأنه ما كنا نقرأ إلا بالصلاة، نعم، هذاك باللغة العربية، وكان منشور اسمنا حتى للقرى اللي هي حول ضيعتنا، القرى الإسلامية. نحن ما كان عندنا مشكلة لما بنحكي كلمة إسلامية ما معناتها شغلة ما منحبها أو شيء ما منعيش نحن وياها. درسنا القرآن الكريم يا سيدي لبعض المسلمين من الضياع اللي حوالينا، ونحن اللي قرينا هون وهون تعلموا هون منا، ونحن نشكر الله أنه صار عندنا هالشيء. سيدنا يعني أنت دائما معروف بهذه المواقف يعني اللي بتربط بين الديانتين، بس كمان أنت بتقول أنه سوريا هي مهد الرسالات السماوية وهي أيضا مهد الحضارة. برأيك الآن من يسيء إلى هذه الحضارة؟ من يسيء إلى الرسالات السماوية؟ أول شفنا أول شايفينه أستاذ الكريم، أولا ذلك الوقت كنا هنا بسوريا وكنا عايشين في سوريا وعم نتعلم في سوريا من هذاك الوقت، وكان اللي حولنا الآخرين ما عندهم هالنعمة وما عندهم هالصفة، من شان هيك كنا كلنا عايشين من أحسن ما يكون. أنا أرجو أنه نقول لما كانوا، أنا عم أحكي من 1925، نعم، 1900 وزيادة شوي، يعني تطلع حوالي 100 سنة، أنا اليوم 92 سنة. هذاك المهم كان دائما يجوا لعنا ليتعلموا، ودائما يجوا لعنا لحتى ليشتغلوا جيراننا. كان عندنا اختلاط يومي بالعمل، وكان إن يعني عيلنا تاكل سوا هي واللي عم يشتغلوا عندهم وتعيش سوا. الآن سيدنا من يسيء إلى هذه الحياة المشتركة برأيك؟ هل يسيء الناس هل بطلوا يكونوا أولاد القرية، ولكن هل جايين من الخارج بيفهموا أكثر إنه نحن في عنا فرق، يعني بكل عمرنا هونيك ما شفنا إنه حد طلب من مسلم لحتى ليكون بالكنيسة، ولا حد طلب من مسيحي لحتى يكون بالإسلام. وبأيامي أنا بتذكر
انه واحد فقط سمعته انه لانه تزوج مره من عنا ما رادت الا انه هو يكون ارثوذكسي هذاك، وكان الارثوذكس الوحيد في العشرات من السنين اللي موجودين بضيعتنا. نحن ما كان عندنا شعور ان في حدا عم يخصمنا. نعم سيدنا، انت كمان بتقول مثلا بما يحدث الان في سوريا انه اللي عم بيقوموا بالاعمال الارهابيه هم ليسوا سوريين. هل اكيد انه ليسوا سوريين؟ الا يوجد احيانا بيئه حاضنه لغرباء يقومون باعمال ارهابيه في سوريا؟ انتم بتعرفوا شو اللي عمال يصير عندنا، وبتعرفوا شو اللي كيف صاير عندنا ووين مصدره اللي جاي. نحن سوريا ما انها مولودي بعشرة ايام، ولكن عرفت لغات متعددة، عرفت انواع من الشعوب متعددة، ان كان بالشمال وان كان بالشرق وان كان حتى الجنوب ولو اتى متاخرا. هذاك بعتقد انا انه نحن اليوم واعيين اكثر لاننا نتعامل اكثر مع غيرنا. هلا قاصرنا بيحكوا بالسياسيات، والسياسيات كانها الشيء اللي فيه بتتعلم كيف الناس بيخالفوك وكيف انت بتخالفهم. هل تعتقد غبطة البطريرك انه هذه البلاد عصية على التفتيت؟ انا بعتقد سوريا ربنا رايدها مثل ما نرايد الشرق الاوسط، وربنا ما بيعمل اشياء بدون ما يكون الشرق الاوسط ولا المشرق سيدنا؟ الشرق الاوسط وبيضم المشرق. نعم هذاك بقصد نحن يعني. نعم هذاك ايه ربنا ما بيعمل شغلي ما لها قيمه وبغير محلها او شيء من هالنوع. من شان هيك لما بنقعد نقرا تاريخ الاديان هذاك منقول انه في عندنا القدس، في عندنا بيت لحم، في عندنا هالمحلات، هون ولد المسيح، هون صلب المسيح، هون اسا ما كان في الاسلام. نعم هذاك انا عم احكي هوديك بسنة 1920 وطالع. هلق عم نحكي نحن قبل الفتح الإسلامي هل عنا. لذلك بعتقد أنه أنا دائما لما بقول أنه لما بنسمع مثلا بإخوتنا المسيحيين هون منقول المسيحيين هون ما نو مثل أوروبا، لأنها بأوروبا ما ولد المسيح هونيك، وهون ما 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 مارسوا هذا الشيء هذاك، ولحد اليوم يمكن عمال يضعفوا يوما فيوما في هالتراث الغني جدا جدا، ولكن نحن لا نفقد إن الأصل اللي صار فيه الجغرافيا اللي صارت فيها الإلهامات الإلهية، وصار فيها الديانة اليهودية لما كانت ديانة فقط، والديانة المسيحية لما كانت ديانة فقط. يعني أنت لست خائف على هذه الجغرافيا؟ لا. أعزائي نذهب معا إلى شريط مصور عن انتشار المسيحيين في سوريا، ثم نعود إليكم بعد فاصل إعلاني. منذ أن أرسل المسيح تلاميذه طالبا منهم أن يكونوا دعاء كالحمام، انتشر المسيحيون على مجمل الجغرافيا المشرقية،
وإذا أخذنا وضعهم الحالي في سوريا فهم يغطون جغرافيتها السياسية الحالية، حيث يتواجدون في كل المدن وأغلب الأرياف. صحيح أن العدد تناقص عبر التاريخ، لكن لم تشهد سوريا المعاصرة إلا التسامح الديني، فمن حوران وقد كانت عاصمة للمدن العشر الديكابوليس ومن أمهات المدن في الحقبة الرومانية، انتشر ألف باء المعمار المسيحي، وما يزال المسيحيون فيها إلى السويداء ودمشق وريفها. وفي حمص شكلوا نسبة الثلث من مجموع السكان، حيث ترتفع كنيسة العذراء أم الزنار وماريليان، أول علماني شهيد في المسيحية. وعلى تخوم البادية ما يزال المسيحيون السريان في صدد والقريتين والحفر مزروعين منذ 2000 عام. وفي وادي النصارى بريف حمص ما زال أهله يتبعون مطرانية عكار في لبنان في خرق لمعاهدة سايكس بيكو، وفي طرطوس الساحلية وريفها، وفي اللاذقية وريفها، وفي إدلب وريفها، وفي حلب، وفي الرقة ودير الزور والحسكة والقامشلي، حيث من بقي من السريان والكلدان والأشوريين. يعم انتشار المسيحيين الجغرافيا، لا مكان محدد لهم على الخارطة، وكأن كل ذرة تراب موطنا لهم. بينهم بولس الرسول ومرسى الكيس وهامة يوحنا المعمدان وسمعان العمودي ومارمرون ونساك الشمال السوري وقديسوه، وأول كنيسة ترابية في العالم في دورا أوروبوس على الفرات العائدة للعام 232 عندما كان المسيحيون يلقون للوحوش في روما، وأول بيت كنيسة حجري في كركبيزة قرب كنيسة قلب لوزة بمحافظة إدلب، ويعود للعام 316 أي بعد 3 سنوات فقط من براءة ميلانو، وأول مذبح على اسم السيدة العذراء في طرطوس. هذا الحضور التاريخي كان في القرن التاسع الميلادي حوالي 70% من عدد السكان، وعندما انهار العمران خلال حكم المماليك بلغت نسبة المسيحيين في سوريا الطبيعية 50% مع تراجع عدد السكان إلى 1,200,000 نسمة. تبلغ نسبة المسيحيين الآن حوالي 10% من عدد سكان سوريا، يشاركون كمواطنين في أنشطتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يبنون كنائس جديدة ويرممون كنائس قديمة، وها هو مار يعقوب المقطع في قارة، ومرموس الحبشي في النبك، وماريليان السلوس في القريتين، يشيرون إلى هذا الحضور التاريخي. أهلا بكم في أجراس المشرق، نتابع الحوار مع غبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أغناطس الرابع زيم. سيدنا، المسيحيون ينتشرون على كامل رقعة الجغرافيا السورية، برأيك ما هو وضع المسيحيين ببؤر التوتر الحاصل حاليا بسوريا؟ أنا بحكي إن نحن
يعني في موقع جغرافي، عايشين نحن في دمشق وفي حوالي دمشق، وكنت أنا بمحردي وبعرف شو حوالي محردي وإلى آخره. أنا بعرف إنه نحن ما كان في عنا شيء مثلا إنه يسمى ضغط من جهة لجهة وما بعرف شو إلى آخره، إلا وقت اللي كانت قوى الفرنساويين، قوى غرباء من جهة تاني هل جايين لحتى هل ياخذوا منك شيء. نعم هذاك، ولكن ما لنا معروفين بهالوضع هذا اللي كان كله عمل يشد بالجماعة اللي هني من طائفتين. هذاك ما كان هيك، يمكن كنا نحس لما اجت الكنائس من امريكا من اوروبا كانت تضغط علينا وكانت تحاول تزيلنا وتلغينا، هذا الشيء اللي ما حسيناه عند وجودنا الجيران نحن والاخوه المسلمين. حاليا في توتر في حالي موجوده بسوريا، يعني البعض يتحدث عن انزلاقات طائفية بحمص بالقصير، أنا عم بسأل عن وضع المسيحيين الحالي بسوريا كرعية أرثوذكسية، هي الرعية الأكبر بالمسيحيين في هذه البلاد. يا أستاذ عم تقول لي حمص وإلى آخره، وبتعرف الحماصني يعني عندهم أشياء بتخصهم وما حدا بيعرف يفسرها غير هني. سيدنا أنا بعرف أنه تاريخيا أنت يعني صاحب روح مرحة وتحيل أحيانا الأمور إذا أردت أن لا تجيب إلى نوع من البسمة، ولكن حقيقة هناك كلام عالمي عن هذا الموضوع. نحن أنا لا أريد أن نذهب إلى عملية اتهامات، ولكن نريد أن نتكلم عن مستقبل هذا الوطن بهذا الموضوع. مستقبل الوطن خيمان ومتعلق بس لحتى ليكون حمص. نعم. الوطن هو أوسع من هيك، ونحن ما فيها شك جونا العثمانيين وجونا البيزنطيين وجونا هذاك سوريا والمماليك والتتار والمغول تمام هذاك، يعني ما لنا نحن ناس ما شافوا حدا غير نفسهم، بالعكس انا بقول لهم طلعوا علينا على المسلم، طلعوا عليه اين ما كان، ما نو مثل المسلم في سوريا ومانو مثل المسلم في لبنان، والمسيحيين كذلك الأمر، وكلنا نحن نقول هذا الشيء في كل وقت هذاك، لأن عايشين سوا. أنا عشت في بيروت، في بيروت يا أخي كان عندنا حاراتنا، نروح لحارة غيرنا، أخوتنا المسلمين ويجوا لحارتنا، بالأعياد نروح لهونيك لحتى نعايد، وبالأعياد يجوا لعنا حتى ليعايدوا. يعني هذا الأمر معروف، يعني الإسلام في هذه المنطقة من العالم سيدنا شو معروف اللي صار متسامح. نعم. شو اللي صار هو غريب عن اختراعنا بالواقع، بده يكون صار في عنا تأثير من هون ومن هون، يمكن صرنا ما بقى من حب بعضنا. نحن بتعلم مسيحيا بنعتقد انه اذا صار في 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 احتقار من البعض، بعض انه تعلموا اكثر من الباقين صاروا بيشوفوهم درجه ثانيه، هذاك اذا كان هذا اللي صار هذا هو اللي السبب اللي نحن عايشينه. بس هلا طلعوا على المدن السورية، طلعوا على الجامعات اللي صارت، طلعوا على المدارس اللي انفتحت،
طلعوا قولوا لي مدرسة وحدة ما فيها من كل السوريين، جامعة وحدة ما فيها نعم. من كل السوريين. سيدنا، كل هذه المدارس وكل هذه الجامعات، وأيضا ما نقدر ننكر أن هناك ناس تخرج إلى الشارع ولديها نفس طائفي أيضا. نعم، نحن أنا ما بقدر أفسر هذا الشيء لأني ماني فيه، ولأنه ما معي خبره، ولأنه ما بريد أنه يصير، لا إذا كان حدا بيقول أنه معه حق، ولا إذا كان حدا بيقول ما معه حق. لأنه أنت سيدنا من المشهود لك بأنك من أكثر البطاركي بالشرق الذين يعني حاولوا التقريب بين الديانتين، وكنت حضرتك يعني رئيس المجلس الكنائس بهذه المنطقة من العالم. يا أخي، أنا في المدارس الهيئات المشتركة في كل العالم أنا فيها. نعم. هذاك ولا أزال، ولا أزال عمالي نشتغل. نحن حتى يوم اللي كان الروس عنا يعني بمنطقتنا هاي، هذاك كان في عنا مدارس متعددة جدا، كنا أول متعلمين، كنا نشوف بعضنا نحكي بعضنا. نعم. أنا بقول لما بحكي أخوتنا، وأنا ممنونهم كتير لأنهم بيتكرموا وبيسمعوا ملاحظاتي، هل بقولها بكل صراحة وإن شاء الله بكل صدق وبكل محبة. نعم سيدنا، أنت قلت سابقا أنه على الكنائس المحلية أن تتحرك، وعلى البطاركي أن يكونوا يعني فاعلين فيما يحصل الآن. برأيك بالحراك الحاصل في سوريا، ما هو المطلوب من الكنائس؟ ما هو مطلوب من غبطتكم من البطاركي؟ يا خيي، هلق الكنائس صفت غير شكل، لأنها كنائس بدل ما تنبوز عنا بفلسطين، شفت كيف؟ صار بتجينا من لندن، بتجينا من باريس، بتجينا من أمريكا إلى آخره، هوديك غير شكل عنها. نعم. إيه، نحن هلق صار في عنا بما فيها شك، يمكن إن شاء الله بالمستقبل منكم صافين أكثر من الهداك. أنا لما لحد اليوم بقول لها الوفود هاللي بتجي لعندي مشان حكيها عن البلد، هذاك بقول لهم يا عمي المسيح ما 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 ولد بنيويورك، صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. إذا ما ولد من هونيك، ليش بتعملوا لي بتحكونا على المسيحية من دون ما تقولوا لي إنه المسيح ولد في بيت لحم، وإنه المسيح صلب هونيك، وإنه إلى آخره، ولك ولدنا نحن هون. ولدنا قبل كل الناس. ما دام المسيحيون ولدوا هنا وهم هون من 2000 عام، برأيك هل هناك دور للمسيحيين حاليا في صياغة مستقبل البلاد العربية؟ صعب علي ان نقول هذا الشيء، لأن البلاد العربية الإسلام فيها أصيل. في سوريا؟ إيه، وبعتقد بسوريا ما في حد ما نو أصيل، ما نهن جايين من هون ومن هون، هذاك نحن ما نحن مولودين هون وعايشين هون. سيدنا، بصراحة هل سئلتم عن رأيكم في الدستور السوري الجديد؟ إيه نعم، الدستور شفته. أنا ما بفهم كتير بالسياسي، ولكن حسيت إنه ما في أي شيء معمول قصدا مشان يجعل المسيحيين جماعة ضعفاء أو ما لهم أصوليين بهالبلد، أو لازم يكونوا مهيئين لحتى يتركوا. أنا ما قرأت شيء من هالنوع. طيب سيدنا، ماذا عن الديمقراطية؟ ألا تعتقد أنه
أن السوريين يحتاجون إلى ديمقراطية حقيقية؟ الحل الحقيقي هو ما ينطلق من الكائن الإنسان 100%. ما بيجي لا 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 لا, لا شعارات ولا أي شيء من هالنوع. أهلا وسهلا فيهم إذا كانوا بنائين بالفعل، ولكن غير الإنسان ما بيقدر يفيد الإنسان. سيدنا بصراحة، هل تواصلت معكم المعارضة السورية، أو هل تواصلتم مع المعارضة، أو هل طرحوا لديك عليهم أفكار؟ يا أخي لا هودي لا هودي، أنا أنا رجال مثل ما أنك شايف لبس جبتي، وأنا بفكر بالدولة كلها، صورتي تصويري للدولة لسوريا، وخليني أقول للبنان كذلك. نعم. الأمر هو أنه عم أشوف أنا جماعة بحسون عائلتي، إن ردت وإن ما ردت وأنا رايد. أنت دائما أب سيدنا، سؤالي بهذا المحور، يعني نتيجة ما قلت، هل أنت مع فصل الدين عن السياسي أو عن الدولة؟ أنا ما تعاطيت هالشؤون، ولكن لا أرضى أن يكون هنالك أي شيء، يعني ما يكون إنساني مع الإنسان ومكرم مع ويكرم الإنسان إلى آخره. أنا رجال ما بشوف بصورتك أنت، مو أعمالك مثل يمكن أعمالي، لا هاي بتنفع ولا هاي بتنفع، ولكن أنت مخلوق على صورة الله ومثاله، أنت مقدس، وأنا هيك معمول، وشغلتي إني ما أنزعها هداك. بس الإنسان اللي الله خلقه حتى يخلق، حتى ينوجد، حتى يتكرم، حتى ليتعلم، حتى يفهم إلى آخره. وأنا أحترم العلم. نعم. لأنه كل ما تعمقنا منحس بالكرم الإلهي في الخليقة. أعزائي، نذهب معا إلى شريط مصور عن الكنيسة المريمية، ثم نعود إليكم بعد فاصل إعلاني. من هذا المكان ولدت أولى كنائس العذراء مريم، حي القيمرية حضنها، والشارع المستقيم الذي مشاه بولس الرسول يتصل بها. هي شاهدة منذ فجر المسيحية الأول على مرور القديسين والأباطرة والتجار والناس. مريم بالآرامية تعني الطاهرة النقية، صفة صارت اسماً، وموريو يعني الرب، ومار تعني السيد، ولا عجب أن تكون النسوة حول السيد المسيح مريمات. من أقدم كنائس المشرق أسسها المريميون الذين كانوا يؤدون شعائرهم الدينية سراً، وبعد عام 313 للميلاد أبانوا معبدهم الصغير وكرسوه للعذراء، وما يزال هجم عليها الخراب والحريق مرات، وكانت تعود إلى سابق عهدها. عندها التقى أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد بعد أن فتح سرجون جد القديس يوحنا الدمشقي لهما الباب الشرقي عام 635، وما زال بستان منصور بن سرجون قربها شاهداً لها في الشام العتيقة. أغلقت نصف كنائس دمشق بعد الفتح العربي، ومن بينها المريمية، فيما لم يكن للمسلمين مسجد بعد، وأعيد فتحها عام 706 تعويضاً للمسيحيين الدمشقيين من الخليفة الوليد بن عبد الملك عن بناء الجامع الأموي على قسم من كاتدرائية يوحنا المعمدان، قائلاً لهم: إننا نعوض عليكم عن كنيسة يحيى بكنيسة مريم. We'll be right back.
سرقت عام 926، فأعاد الخليفة المقتدر بالله بناءها، وأمر الحاكم بأمر الله عام 1009 بإحراقها، ثم سمح بإعمارها عام 1260. وبعد خروج التتار وهولاكو من دمشق، خربها بعض الجهلة انتقاماً، ونهبها وخربها جنود تيمور لينك عام 1400، وعادت متألقة. ثم جددت عام 1524، وبعد أن خربها زلزال عام 1759، أعاد البطريرك دانيال إعمارها، واحترقت في فتنة عام 1860، ثم نهضت وزخرفت عام 1953 وعام 1998. إنها المقر التاريخي للبطاركة الأنطاكيين الأرثوذكس منذ انتقال مقرهم من أنطاكيا إلى دمشق عام 1342. بازيليكية الطراز تتسع لـ600 شخص، السقف لوحة، والأيقونات أهمها الموسكوبية. منها خرج بنو غسان ملوكاً وحجت إليها تغلب، وفيها حبس الأخطل الكبير. قال فيها الرحالة بن جبير عام 1184: في داخل البلد كنيسة لها عند الروم شأن عظيم، تعرف بكنيسة مريم، ليس بعد كنيسة بيت المقدس عندهم أفضل منها. أهلا بكم في أجراس المشرق، نتابع الحوار مع غبطة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس أغناطس الرابع هزيم. غبطة البطريرك، نحن الآن في الكنيسة المريمية، حضور تاريخي وروحي عمره 2000 عام. ملوك غسان وتغلب والأخطل التغلبي الكبير مروا في هذا المكان. ما هي برأيك المسؤولية التاريخية اللي بيحملها هيدا الحضور المغل في القدم وبيحطها على عاتقكم؟ أنا بفتكر إنه صار دائما يعني في بعد الفتح الإسلامي لابد إنه كان واحد أو كان شخص عمال يفكر إنه الفتح الإسلامي ينفي الآخرين بكاملهم أو شيء من هالنوع. من الأشياء اللي عم يخليني أقول هالكلام إنه هالكنيسة هاي هي البديل من الجامع الأموي. نعم، الجامع الأموي كان كنيسة وكان قبله معبد. هل أخذوا رادوا إنه ما يظلموا. نعم، ولكن إنهم يعطوا بديل منه هل هو هون. نعم، بعتقد فكرة حلوة، فكرة عظيمة. نعم، يعني ومن هالدراويش هودي الحلوين إجوا وهاي تعمرت لحتى تكون بحساب من أكبر الكنائس في سوريا وإلى آخره، بالرغم من أنه في محلات يمكن كنائس تضايقت شوي، يمكن ما عرفوا يرتبوا حالهم، ما بنعرف هذاك. بس هون الصورة المرئية أكثر من أي محل هذاك هو أنه طلعت صار في محل للكاتدرائية، والمحل الكاتدرائي مفتوح في كل وقت وهداك. وكنت عم أحكي بالوفود.
نعم. الوفودنا نحن عنا بيجوا لحتى يعرفوا انه في عنا جوامع وانه في عنا كنائس، وبيجوا بيشوفون شوف عينون. نعم. وبيزورونا. وصاروا هلق البعض، نحن ناقصنا شوي، هاي قلتها مرة في إحدى محاضراتي، إنه نحن لازم ما نخلي اللي بيشوف الخوري يخمنوا جاي من 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 من, من ما بعرف وين، من مجاهل أفريقيا. إيه تمام. هذاك لا يعرف إنه نحن كنا لابسين البريم ولابسين الحطاطة ولابسين القنفاز. نعم. وأنا لابسهم كلهم، أنا ما نعم أحكي إنه البحر. سيدنا أنت دائما يعني نحن هون يعني بضيافتك تدعون دائما إلى حوار إسلامي مسيحي. نعم. وإسلامي إسلامي ومسيحي مسيحي في المشرق. نعم. هذه الدعوات أين أصبحت؟ أنا بعتقد إنه لازم غلط حصر الأشياء بالأفكار بالعقائد. أنا بعطي الصورة العيلي، صورة العيلي ما في واحد مثل الثاني، لا الأم مثل الأب ولا الأب مثل الأم ولا الأخوة مثل بعضهم ولا الأخوات مثل بعضهم، ما حدا مثل الثاني، بس بيقولوا نحن عيلي وبيعرفون يحبوا بعضهم في أكثر الحالات، بيغلطوا غلطة ناس بيحبوا بعضهم، أو بعض المرات بيسيئوا الإنسان قابل إنه يسيء حتى ولو كان بالبيت، بس إنه روح العيلي ما في عندك غرابي بالناس اللي ما بتعرفهم، ما لهم غرباء ولا لهم بعيدين عنك. وهود الجماعة اللي بيشتغلوا الرغيف الخبز مع بعضهم وما حدا بيسأل الثاني وما حدا بيشاركوا، كل واحد بيأكل حصته. نعم. سيدنا يعني الحقيقة أنا ليش قلت لك وين صارت دعوات الحوار من زمان بعيد، وكل الناس بتسمع بلجني للحوار الإسلامي المسيحي، لكن فعلا الطحين قليل، يعني الطحين اللي طلع من هذه اللجنة كتير قليل. برأيك وين التقصير؟ يعني خلينا نوضع أصبعنا على الجرح ونقول وين قصرنا حتى نقطع هذه المرحلة. هاي بدنا نقول نحن منحط الدولة لحتى اللي ما يخلونا نعبر عن أغلاطنا، لأنه قابلين للغلط كلنا هذاك، بس هي لازم تكون قادرة أن تعوض عن الأغلاط بالحسنات هل بيكون فيها العدالة المحبة الفخار بالبلد، والبلد مين يعني؟ يعني أنت واللي مثلك وإلى آخره. عندنا الكرامة بالدرجة الأولى والمحبة بالدرجة الأولى، إذا ما أمناهن البدو كانوا يكرموا بعضهم بدون قطع النظر عن الحق. نعم. معهم حق، لازم نحن بعتقد نتعلم نحب بعضنا، وفي كثير ناس يكتر خيرهم من طائفتنا ومن غير طائفتنا ومن ديانتنا ومن غير ديانتنا، هل كثير بيحبونا ومنحبون ونحن منحبون بالمعنى الحقيقي للكلمة، والله شاهد. نعم. سيدنا كمان أنتوا يعني بتقولوا بين يعني بتقولوا بأحد أقوالكم إنه الخطر هو بالتعصب والتطرف. برأيك هل تسرب هذا التعصب والتطرف إلى الجسد العربي؟ أنا بصراحة حقيقة يعني أنا أنا بلاقي في كتير غموض لما بدنا نوسع، لأنه نحن تعلمنا أنه نحكي عن الأشياء ضمن حدود الأرض والشعب والحياة سوا والعمل المتعاون وإلى آخره. بعتقد بلد فيه أصولاً لا تكره الناس، لا تكون عدو الناس، لا تسرق،
لا تزنيل، لا تعمل هاي، كله موجود. هذا كله قال هون بهالمنطقة هاي. هذاك نقول انه اذا كان ربنا حكى يا اخي خلينا نقول له سمعا وطاعة. طب انتو كقادي روحيين، يعني ضبطك القادي للمسيحيين والمسلمين بضمن هيدي الحالة اللي عم تحصل بهالعالم العربي، يعني كيف فيكن تحطوا ايدكن على مخارج للأزمات؟ هل لكم دور برأيك؟ ما فينا نحن كأشخاص، ولا إذا عم نحكي منحكي كمان عن المشايخ اللي كتير منحترمهن ولنا أصدقاء معهن وإلى آخره. هل بعرفوا إنه بالفعل لازم إن نوصل لوقت من الأوقات إنه هالشخص اللي عم نعيش معه وعم نمرض معه وعم نجوع معه بنفس المدينة، كويس عند الدولة هيك إنه يكون حسن توزيع الأشياء حتى يكون الكل مثل بعض هون. لما بنكون كلنا مثل بعضنا ليش لحتى نتقاتل؟ يعني هنا في مسؤولية على الدولة. بعتقد أنا والدولة زلم العادي بشر. نعم. مثلنا نحن، وفيهن ملاح وفيهن ما هن ملاح مثلنا كلنا. نعم. هذاك السلطة ما بيقدر يحملها إلا الشخصية القوية والشخصية اللي بتعرف إنها كيف تتعامل مع الناس وإلى آخره. هذه مثل أب العيلة، إذا ظل ماسك العصاي وذاك بيطرد المرة والأولاد. غبطة البطريرك، أنت دائما بتحكي بأنه لديك ثقة بقدرة أبناء الكنيسة على إيجاد حلول وابتكار حلول للسلام الأهلي. دائما هذه الثقة موجودة؟ هي اتكلوا على الله أول شيء. أنا رجال بقول إنه هاللي الله عمله ما نوع تسلاي، ولكن هو اللي عامل كل هاللي منشوفه، كل هاللي منسمعه، كل هاللي منعاشره إلى آخره. خلونا نكون بالفعل مؤمنين بالله بالدرجة الأولى وطائعين لله سبحانه وتعالى. هذه ناقصنا كتير كتير، يمكن ناقصنا أنا بالأول بس مو صحيح. يعني متواضع كتير يا سيدنا، متواضع معك كتير. مو صحيح يعني خلونا نحن هذاك، نحن ما في إنسان منشوفه عايش معنا إلا منحبه. الله محبة أكبر. الله أكبر، الله أكبر. كل الغلطات اللي بتصير مع أكبر واحد وأصغر واحد الله أكبر. نعم. لا تعملوها صغيرة وهديك تكبروها. نعم سيدنا، أنا رح فوت هالمرة شمال بسؤالي، رح فوت بالسياسي قبل ما أسألك سؤال أخير. ربطتكم دائما بروسيا علاقات وطيدة، كيف تنظر إلى الدور الروسي في الأزمة السورية؟ كمان دولة كبيرة بتعرف سدس الكرة الأرضية. نعم. وما لنا ساكنين لها ونيك، وما عندنا الاختبار نحن تبع هاللي هن عايشينه. أنا مخمنهن ما نون عم يتعدوا على حدي، أنا مخمنهن. نعم. ما بعرف مخمنهن. ايه طيب. بس هيك. ايه ولكن هلق مثلا انا عجبني كثير انه لما عم يسالوا حال السورية، قال سورية شو ما نحن ما بنشلح الناس هيك. انا احترمت هذا الشيء وقدرتهم لاخر درجة، والله يقويهم. كان عندهم هتلر وهلق ما ظل لا عندهم ولا عند غيرهم. ما ظل عنا هتلريين. نعم. غبطة البطريرك بصراحة، هل أنت قلق على المسيحيين المشرقيين
وكيف بتشوف مستقبل المنطقة؟ أنا مالي بكلام بسيط. أنا مالي الحق أن أحكي بمصير هل الله خلقهن. الله وحده هو اللي بيقدم لنا الحياة، هو اللي بيقدم لنا الشروط اللي نحن عايشين فيها. ونحن كل عمرنا كنا نقول دائما نشكر الله ومنتكل على الله، ما بنقعد نعمل له تصاميم. هذاك هل بيصير الله من خمنه عامل شغلي بتخوف قلبوها، بتلاقوا يمكن لما هو عم يفكر بشغلي كويسي. الله إله حسنى وليس حسنى إله شر. نعم. غبطة البطريرك أغناطوس الرابع عزيم، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، شكرا جزيلا على استضافتنا، شكرا جزيلا من أجراس المشرق وقناة الميادين للبطركية الأرثوذكسية في دمشق في هذه الكنيسة العظيمة والقديمة المريمية. المشاهدون الأعزاء، نلتقي الأسبوع المقبل. سلام عليكم وسلام لكم.